عندك رموز الوراثة دي مهمة، الرمز ده دايرة وخارج منها سهم، ده تعرف ان هو ذكر في الوراثة. دايرة ونازل منها علامة زائد، دي تعرف ان هي انثى، تعرف ان هي ايه؟ انثى، دي رمز المؤنث. دايرة وخارج منها سهم ونازل منها علامة زائد، يبقى دي كده اسمها خنثى. اسمها ايه؟ خنثى. دول التلات رموز اللي احنا شغالين بيهم. يبقى انت عندك ذكر دايرة وسهم، انثى دايرة وزائد، خنثى دايرة وسهم وزائد، دايرة وسهم وايه وزائد. طيب فهي دي الرموز بتاعته. عندي بعد كده يجي يقول لك ما نوع التلقيح الذي يحدث في الزهرة 2؟ طبعا الزهرة 2 دي بما انها زهرة وحيدة الجنس يبقى يحدث فيها تلقيح خلطي، يحدث فيها تلقيح ايه؟ خلطي. طيب عندي بعد كده رقم جيم، اي من هذه الازهار تمثل زهرة نموذجية مع ذكر السبب؟ طبعا الزهرة 3 هي الزهرة النموذجية لانها تحتوي على اربع محيطات زهرية واعضاء التذكير والتأنيث فعلا، وتحتوي على اربع محيطات ايه؟ زهرية. عندي بعد كده رقم تلاتة يجي يقول لك الشكل المقابل يمثل احدى العمليات في النباتات الزهرية، ما اسم هذه العملية؟ هنا طبعا لو جينا نبص هتلاقي حبوب اللقاح بتنتقل من الموتوك رايحة للميثم في نفس الزهر، يبقى ده عملية تلقيح ذاتي. وما أهميتها؟ أهميتها طبعا من أهميتها إن هي بتساعد في نقل حبوب اللقاح من موتوك الزهرة إلى ميثم الزهرة لإتمام عملية الإخصاب. عندي بعد كده رقم ب، أكتب البيانات التي تدل عليها الأرقام. رقم واحد ده كده طبعا فتحة الميثم، رقم اتنين دي حبوب اللقاح، رقم تلاتة ده الموتوك. وضح تركيب الجزء رقم تلاتة. الجزء رقم تلاتة ده موتوك، الموتوك ده لو جينا نفتحه من جوه هيبقى عبارة عن فصين يحتوي كل منهما على حجرتين بهما حبوب اللقاح. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده يقول لك الشكل المقابل للزهرة يتم تلقيحها هوائيا، استبدل الأرقام بما يناسبها من بيانات. بص كده معايا، رقم واحد ده كده التويج، عندي رقم اتنين ده الموتوك، عندي رقم تلاتة ديات المياسم. اذكر مظهران يؤكدان حقيقة انه يمكن ان يحدث تلقيح هوائي لهذه الزهرة. الدليل ان الزهرة دي بتلقح بالرياح، ان الموتوك بتاعها بيبقى مدلل للخارج. رقم اتنين المياسم بتاعتها بتبقى ريشية لزجة. عندي بعد كده رقم جيم، اي من الاجزاء المشار اليها بالارقام من واحد الى ثلاثة لا يلعب دور في عملية التلقيح الهوائي. طبعا اللي ملوش دور في التلقيح الهوائي هنا هيبقى رقم واحد اللي هو التويج، هنا ملوش دور. عندي بعد كده رقم د، لماذا تنتج هذه الزهرة حبوب اللقاح بأعداد هائلة؟ هنقول له لتعويض ما يفقد منها في الجو اثناء نقله بالرياح. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لك من الشكلين المقابلين ما جنس ازهار النبات بي؟ طبعا انت عندك هنا نبات ايه ونبات بي. النبات بي ده بتاع البسلة، البسلة دي بتبقى ثنائية الجنس اللي هي خنثى. رقم ب، ما اصل الشكل ايه قبل اتمام عملية الاخصاب؟ قبل اتمام عملية الاخصاب طبعا دي ثمرة الخوخ، كان اصل الثمرة ايه؟ قال لك كان اصلها مبيض، يبقى المبيض بيتحول لثمرة. طب عندي بعد كده رقم ج، ما الفرق بين المبيض في ازهار كل من النباتين ايه وبي؟ المبيض هنا في الثمرة ايه كان به بيضة واحدة، اما المبيض في الثمرة بي كان فيه عدة بيضات، بدليل ان هو اداني ثمرة فيها عدة بذور. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لك الشكل المقابل يوضح قطاع من ثمرة نبات البطيخ، جايب لي بطيخة اهوت، ويقول لك ما الذي يشير اليه الحرف اكس وما منشأها؟ طبعا الحرف اكس ده هو بيشاور على بذرة البطيخ، بذور البطيخ، يبقى دي كده بذرة منشأها ايه؟ اللي هو ايه اللي ينتج بذرة؟ البويضة، يبقى البويضة بتعطي بذرة. تمام كده، يبقى هنقول له دي كان اصلها بويضة. عندي بعد كده رقم ب، ما اهمية الاجزاء المشار اليها بالحرف اكس؟ طبعا البويضة ديت بتنمو عند زراعتها مكونة نبات جديد من نفس النوع، يعني لو زرعناها تطلع لي بطيخ تاني. طيب نكمل مع بعض. يجي يقول لك الاشكال التالية تمثل بعض الاجزاء من النباتات، ما نوع التكاثر الذي يمكن ان يتم بواسطة كل من هذه الاجزاء؟ عندك اول زهرة ديت زهرة خنثى، يبقى التكاثر هنا هيبقى تكاثر جنسي. رقم اتنين عندك ده كده قلم، يبقى لم يبقى ده تكاثر خضري صناعي عن طريق التطعيم بالقلم، ده كده ان احنا شقينا الطعم بزاويتين متكاملتين، يبقى ده تكاثر برضو خضري صناعي التطعيم باللصق، ده تكاثر خضري طبيعي بالدرنات. طيب نكمل مع بعض. طيب يجي يقول لك اختر الاجابة الصحيحة. رقم واحد، اي من هذه، اي من الازهار التالية لا يمكنها تكوين ثمار مع ذكر السبب؟ تمام كده، او مع بيان السبب. مين فيهم لا يمكنها تكوين ثمار؟ طبعا الاولانية فيها كأس تويج طالع، التانية فيها كأس تويج قربلة اللي هو المتاع يعني،
تالتة فيها كأس تويج طلع متاع. طبعا انت عندك هنا اللي ما بتقدرش تكون ثمار هتبقى الاولى. ليه الاولى؟ لان ما فيهاش مبيض، فالمبيض هو اللي بيتحول لثمره. مش احنا قلنا المبيض عند حدوث الاخصاب بيتحول الى ثمره؟ هنا ما فيش مبيض اصلا، يبقى اذا الاولى مش هتكون. اما التانية فيها مبيض، المبيض بيتحول لثمره، يبقى التانية هتكون ثمار، والتالتة برضو فيها مبيض هيك هتحول لثمره. يبقى اذا الاتنين التانيين يتحولوا لثمار، اما الاولى لا، لان ما فيهاش مبيض. عندي بعد كده رقم 2، يجي يقول لك أي من الأجزاء الموضحة بالشكل المقابل يمكن أن تتكاثر خضريا لإنبات نبات لإنتاج نبات مماثل. تتكاثر خضريا عشان تنتج نبات مماثل، أي من الأجزاء؟ هنقول له طبعا أنت عندك A B C D، طبعا هيبقى D، هيبقى D هو اللي يتكاثر خضريا عشان ينتج نبات مماثل. وطبعا التكاثر الخضري ده اللي هو تكاثر لا جنسي، بيتم عن طريق اجزاء النبات المختلفه ودون ان يكون الزهره دور في هذه العمليه. يبقى اذا دي، لان ده هنا ملوش علاقه، ده جزء اخضر اللي هو في النبات اللي هما الورقتين بتوع النبات، اما الباقي اللي فوق ده كله ده المبيض بالبويضات بتاعته بالقلم بالميس، خلاص دي كده تبع الزهر. اما اللي يتكاثر خضريا لانتاج نبات مماثل هيبقى الجزء الثاني من النبات، اجزاء النبات المختلفه دون الحاجه اللي بتزور. يبقى هو ده رقم دي، تمام كده. طب اللي هو هنا هيبقى دال يعني. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لك ماذا يحدث لو فقدت الزهره الكاس قبل تفتحها؟ هنقول له طبعا تتعرض الاجزاء الداخليه للزهره للضرر. رقم 2، كانت مياسم الازهار ذات التلقيح الهوائي جافه، لم تستطيع الالتصاق بالمياسم. رقم 3، لم يتحلل طرف أنبوب اللقاح بعد الإنبات، لم يحدث الإخصاب. رقم 4، لم يتم ربط الطعم والأصل بإحكام، لم يتغذى الطعم على عصارة الأصل وبالتالي لم يحدث التكاثر. عندي بعد كده رقم 22، يجي يقول لك الشكل المقابل يعبر عن زهرة قام أحد التلاميذ بقطع الأجزاء المشار إليها بالرقمين 1 و2 لغرض ما، وبعد أسبوع لاحظ تحول الزهرة إلى ثمرة، اذكر سبب تكون الثمرة بالرغم من قطع الأجزاء 1 و2. عندك الجزء 1 و2 دول هو الموتوك، هو شال الموتوك ماشي، بس الميسم ده إنه زي ما هو اتحولت الزهرة الى ثمرة لانها كده حصل لها تلقيح خلطي، تمام كده. فلما تلقحت خلطيا عادي تحول المبيض الى ثمرة، يبقى هنا هنقول له حدث لها تلقيح خلطي. عندي بعد كده رقم 2، ما الغرض من قطع الاجزاء 1 و2؟ عشان يمنع حدوث تلقيح ذاتي للزهرة وبالتالي تتلقح خلطيا. طيب احنا كده بنكون خلصنا، ونقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو. استنونا في مراجعات تانية كتير، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد نرفعه، وما تنسوش تشتركوا بالقناة بتاعت المراجعة والملخصات الجديدة اللي احنا عاملينها، هتلاقوا الرابط بتاعها اسفل الفيديو. ان شاء الله هتلاقوا عليها حاجات جديدة ان شاء الله هنرفعها في الايام الجاية باذن الله. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.